مشاهد كرام، احنا انتقلنا لمشروع اخر من اكبر المشروعات اسكان الاجتماعي اللي بتنفذها الشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية هنا في حي السلام 2. هو مشروع سكن اهل مصر، اكثر من 200 الف وحدة سكنية بتنفذها الشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية. ست عميد عمرو، برحب بيك مجددا للمرة الثالثة. اهلا بيك. اهلا بيك ست عميد عمرو، قول لنا احنا فين بالظبط والموقع ده. الموقع ده هنا يعتبر السلام 2. طبعا ده استكمال طبعا لخطة الدولة للحفاظ على أراضيها وممتلكاتها وتعظيم الاستفادة من الأراضي الخالية، عشان كده القاعدة العامة كلفت الهيئة الهندسية بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية اتخصص ليها بالنسبة للشعب الهندسية المنطقة المركزية 159 عمارة. تمام. إجمالي الوحدات السكنية 12700 وحدة سكنية، المساحة 220 فدان. طبعا احنا يعني دعم من قاده المنطقه المركزيه في الحمايه والتامين، عشان كده احنا بدانا في المشروع. احنا استلمنا الارض في ابريل الماضي. تمام. خلال شهر ونص الحمد لله احنا انجزنا نسبه كويسه طبقا للخطه، الخطه الزمنيه اللي تم تقديمها للهيئه الهندسيه ولقاده المنطقه المركزيه العسكريه. مواصفات الوحدات هنا نفس الوحدات اللي هي 90 متر؟ طبعا كلها اسكان اجتماعي. تمام. بيتخللها بعض الخدمات، يعني المنطقه هنا في ثلاث مدارس. تمام. موجود عشان موضوع كبير. في ثلاث جوامع، كل جامع 1000 مصلى. تمام. في كنيسه كبيره. تمام. في مبنى للتضامن الاجتماعي، خدمات يعني. في في وحده، في نادي اجتماعي من ضمن المشاريع، اكيد في مستوصف او يعني، وفي في مبنى خاص بوزاره الصحه. تمام. هي اللي هتقوم بانشائه تبع الاستشاري الهندسي. طب تمام، مده التنفيذ هنا في المرحله دي يا ست؟ مده التنفيذ هنا هتعدي من سنتين ونص لثلاث سنين، لان برضو مساحه الارض كبيره. احنا هنا واخدين 59 مقاول وشركه. تمام. من ضمن الشركات والمقاولين كلها شركات وطنيه، معتمده من الهيئه الهندسيه. وطبعا ابراز الدور الهيئه الهندسيه، احنا كميه الحديد والاسمنت الهيئه الهندسيه بتوفره لنا في ظل طبعا ارتفاع الاسعار والتغير. تمام. يمكن هو ده اللي مدينا دفعه قويه ان احنا ما نعطلش وان احنا نلتزم بالخطه الزمنيه. المراحل التنفيذ ست عميد عمرو ماشيه طبق الجدول الزمني؟ طبق الجدول الزمني، وده طبعا تحت اشراف الهيئه الهندسيه ومكتب الشؤون الهيئه الهندسيه. تمام. وبدعم من قاده المنطقه المركزيه. التحديات اللي انت واجهتها هنا ست عميد عمرو كده؟ والله اكبر تحديات ان هي يعتبر بعيد عن الخدمات شويه. التربه، عشان هنا بعمل احلال. تربه، عشان بعمل احلال بضطر ان انا اخد تربه من منطقه بعيده الى حد ما. تمام. اختبارات طبعا، عشان هنا بنزل لمستوى التاسيس طبقا للكود المصري، كل 25 سنتي بعمل دكه وبعمل اختبار. الارتفاعات كام يا ست عميد عمرو برضه؟ الارتفاعات كلها 11. طبعا احنا مقيدين الطيران المدني هنا عشان قريبين من المطار. مقيدين ب 10 ادوار فقط، مش 12 زي الموجود هنا. تمام. 1 و2 و3. ست عميد عمرو، المشروعات دي يعني مشروعات قوميه ومتكلف عليها يعني مبالغ كبيره جدا، الحفاظ عليها بعد اهالينا ما بيسكنوا فيها، هل الهيئه الهندسيه والشعب الهندسيه بالمنطقه المركزيه ليها دور في الصيانه والحفاظ على هذه المشروعات؟ طبعا طبعا، القاعده العامه بتكلف شركات متخصصه لصيانه الاسانسير، شركات متخصصه في اعمال النظافه. ما بينتهيش دور الدوله عن تسليم الوحدات السكنيه فقط. تمام. انما في شركات بتتعاقد معاها عن طريق محافظه القاهره وعن طريق الوزاره، ان هي شركات خاصه بالنظافه، شركات خاصه بالصيانه، عشان نحافظ على المستوى اللي وصلته. وده موجود في جميع السكن الاجتماعي اللي كان تحت اشراف الهيئه الهندسيه او تحت اشراف القوات المسلحه. تمام. بالكامل. والشركات دي بتبقى شركات تحت نظر وتحت رقابه مشدده من القاعده العامه. تمام. انا بشكرك ست عميد عمرو، ويعني جهد مشكور ومحمود للشعب الهندسيه بالمنطقه المركزيه، وان شاء الله ربنا يدينا العمر ويكون معاكم في التسليم. شكرا. وانتهى المشروع ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك.